أسئلة التاريخ. الجزء الأول. السؤال الأول: ما هي أهم وسائل المقاومة السياسية؟ جواب هذا السؤال: من أهم وسائل المقاومة السياسية نجد الأحزاب كحزب الشعب وحزب نجم شمال إفريقيا وغيرها من الأحزاب، بالإضافة إلى الجمعيات كجمعية العلماء المسلمين، وأيضا النوادي والصحف والمجلات والجرائد وغيرها من الوسائل الأخرى. السؤال الثاني: ما هو الفرق بين المقاومة السياسية والمقاومة المسلحة؟ جواب هذا السؤال: المقاومة السياسية تعتمد على الأحزاب والجمعيات والوسائل الفكرية والسلمية، بينما المقاومة المسلحة فتعتمد على استعمال السلاح والحروب والمواجهة المباشرة. السؤال الثالث: ما هو الهدف من السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر؟ جواب هذا السؤال: الهدف من السياسة الاستعمارية هو القضاء على المقاومة المسلحة، وكذلك تدمير كيان الدولة الجزائرية وإذابة المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي، بالإضافة إلى طمس الهوية الجزائرية وأيضا فرض السيطرة المطلقة على الجزائر. السؤال الرابع: كيف أثرت مجازر 8 ماي 1945 على مسار الحركة الوطنية؟ جواب هذا السؤال: بعد أن قام الجزائريون بمظاهرات في كل من قالما وسطيف وخراطة، ومن خلال ردود فعل الاستعمار الفرنسي القمعية، كشف الجزائريون حقيقة الاستعمار من خلال الممارسات القمعية، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا فتيقنوا من عدم جدوى الكفاح السياسي، ولا بد من التوجه إلى النضال المسلح وإلى العمل المسلح. السؤال الخامس: كيف كانت المواقف من دستور 1947؟ هذا الدستور الذي أصدرته السلطة الفرنسية من أجل امتصاص غضب الجزائريين. الجواب: رحب به المعمرون، ذلك لأنه يخدم مصالحهم، في حين رفضه الجزائريون لأنه لا يخدمهم وأنه يكون في صالح المستوطنين أكثر.